أدى تسارع عمليات التنمية في العالم إلى ظهور العديد من المخاطر التي تهدد البيئة، ومنها التلوث وتدهور الأراضي وشح المياه. ولمناقشة هذه المخاطر عقدت قمة الأرض أو إعلان ريو في عام 1992 بحضور 108 رؤساء و 172 دولة ومنها الأردن، وبثق عنها ثلاث اتفاقيات وهي التنوع الحيوي والتغير المناخي ومكافحة التصحر. دعا إعلان ريو إلى تطبيق هذه الاتفاقيات والمبادئ من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة.